السلام عليكم. خرجت من منزل خالها الذي تعيش في كان فيه إلى الوادي لرعي الأغنام، لكنها لم تصل. قطعت طريقها قذيفة انطلقت من مواقع الحوثيين المطلة على قريتها، وحين أفاقت من غيبوبتها بعد 3 أيام لم تجد يديها. قصة الطفلة هديل محمود، معاناتها وأحلامها البسيطة، نشاهدها في الفيلم التالي. نتابعه ثم نعود. روحت من العمل الساعة 10، تغديت، أجينا شنو خزن إحنا والشباب، بعد العصر رحت القضيفة، خرجت وشفت دا خلاص دات، رجعت اديت الضمادة وضمد من النزيف، قلت له اسعفت يا ولي اسعفت، وبعد هي خرجت كان بغيبوبة جلسة يومين بغيبوبة. حصلت على قضيفة من جهة الشرقة والكلحة الساعة 4 يوم الأربعاء بعد العصر تاريخ 4/7/2017. وبعدين أتت القضيفة فجأة انفجرت بها. ميليشيات الحوثي وعصابة المخلوق صالح دائما ما تستهدف الناس المدنيين الأبرياء، الأطفال والنساء في كل مكان في محافظة تعز. بعدين وردنا إلى عندها خلاص لفيناها، قد هي الدين مبترات، هذه مبتورة وهذه مبتورة، مع بقل القلة أسعفناها لا مستشفى ثورة، عملنا لايك الإسعافة الأولية، كممنا مدنا من النزيف، عملنا إبرة النزيف، أسعفناها لا مستشفى ثورة خلاص لا مستشفى البريهي. وكنا نريد نحاول أن نرجع لها يد ولا نستطيع، إنها خلاص الشرايين انتهت، العصب انتهت، العظام انتهت خلاص، وأصيبت بالقدم. بعد خلاص بترناها لقى الحل. قضايف يعني ياقن عندنا نادرا، مش واصل ومش يعني احيانا ياقن عندنا، لا كان خلف منطقة التماس. لا ما نزحت، هي بخلف منطقة التماس، فهو كانوا يضربوا على قبل حبشي إلى منطقة الأريال، ها؟ فهي القضيفة ضربوها بها من هوب العقاب أو من الكدحة، قضيفة هوزر أو هاوين بشكل عشوائي، كما يضربوا بشكل عشوائي إلى البيوت والمنازل، يلعبوا الأطفال في بني بكاري والسعيد. قلق، ما زعلان على بنتي، هي تفكر على أيدي، غلب على أيدي، تبكي على أيدي، تتحسس من غير أيدي، قال لك أنت تشتي حتى حبة، قلت له لا تقلق، إيش عملك صناعي؟ للحين عادة تبكي لما تقوم هي. قمت غبان بعد صحيته الساعة 3 أذن صح، قمت أطلب ما شربته وأني بالعناية، بعدها خرجوني الساعة 11 كانوا بأيوة، ما نشتري، لا ما نشتري، أنا ما نشتري أين كنت، بس هيك الساعة كنت غبان. شربت بعد رجعت رحت. كيف عرفتي؟ سألت أمي، قال القضيفة بالسقطة هنا، بعدين خلاص قنع، خلاص هذا الذي حصل. البنت والله يا الحبيب إن قلت لك من ناحية الصعوبة، الصعوبة موجودة وأمام النظر، لا تسكي لا تكتب، ولا تسكي تأكل، ولا تسكي تلبس، ولا تسكي تشرب، ولا أي شيء، يعني أصبح معاق إعاقة حقيقي. أتمنى إني يكون معي أيداء، أرجع زي ما قبل، أكل أشرب أكتب الامتحانات، أحياناً ما ألقش محين تحني. يا أخي ميليشية الحوثي هي كلما عجزت كلما رجع فوق المدنيين، كلما وجدت الضعف كلما أستقوى على المدنيين، لأن أصبح هو الدافع النفسي له. من من ينتقم من المدنيين؟ ليس من مواقع عسكرية ولا من جبهات، هو
يستهدف المدنيين من ناحية القذائف، من ناحية القنص، من ناحية الضرب العشوائي، من ناحية الحصار، من ناحية الصرف، من ناحية العمر الجديد، هو كله على المدنيين، يركز كله على المدنيين. أين في شيء ميليشيات قد ركزت على وطن إلا كله على المدنيين، حصارهم على المدنيين من ناحية العملة، من ناحية السلع الغذائية، من ناحية المنظمات، من ناحية كل شيء، حتى حربهم على المدنيين. هلا لا لا خاف، يعني كل يوم نحن نستقبل حاجات كذا، هذا قبل نهلة في منطقة الحقة فاطمة والحقة، يعني واصل إنهن يعني واصل الضحايا مدنيين يستهدفون الحوثيين من الغامة وقنصة وقذائف. والله الخيال هذا هي تحلم بالخيال، بعضيا في الليل تكون تبكي متى السفر تبكي، يعني متى تبكي يعني تشتي تنهض تشتي، يعني اصبح اعاقه حقيقيه. والمعاق هو يحلم، المعاق هو يحلم في النهار او في الليل صاحي او عند المنام لانه معاق. نيتي إن يكون معي أيدا، برجع التوب أمتحن زي ما كنت قبل، أرعى الأغنام، أمشي مع زملائي وأشرب وأكل، أعمل الذي كنت أعمله قبل، بس الآن أنا ولا أعمل أي شيء، حتى ما أشربش أبدا ولا حاجة. حين زار زملاؤنا هذه الطفلة في المستشفى وجدوا إلى جوارها شابتين مصابتين بألغام وضعت أمام منزلهما، وشابة أخرى وضع الحوثيون اللغم في طريق رعيها للأغنام، وقال لهم الأطباء إن نساء وأطفال آخرين كانوا قد خرجوا من المشفى بإصابات وقصص مشابهة، ولا شك أن آخرين قد لاحقوا طالما ما تزال مدفعية الحوثيين ودباباتهم مصوبة نحو المدنيين تخلف كل يوم مزيدا من الضحايا شهداء وجرحى. مشاهدينا الكرام، في مدينة تعز عشرات الحالات المشابهة لحالة الطفل هديل، منهم من استقرت حالته على عجز دائم، ومنهم من يحتاج لتأهيل أو أطراف صناعية. تمكنت مبادرة مجتمعية من توفير منح علاجية لعدد منهم، انتقلوا إلى سلطنة عمان على أمل الحصول على تأشيرات دخول للهند لتلقي العلاج فيها على نفقة فاعل خير. لتسليط الضوء على أوضاع هؤلاء الجرحى من مبتوري الأطراف، ينضم إلينا من عمان الدكتور منصور الوازعي مدير مركز الأطراف الصناعية والتأهيل الطبيعي بمدينة تعز. مرحبا بك دكتور منصور. أهلا وسهلا أخي، حياكم الله وألف لقناة الفيس على تسليط هذه المساحة لمبتوري الأطراف وجرحى محافظة. هذا أقل واجب. شاهدنا قبل قليل قصة الطفلة هديل وهي أحد هؤلاء الجرحى، هي طفلة مبتورة اليدين، ما هي الخدمة التي يمكن أن يقدمها لها المركز الآن؟ في حقيقة الأمر مركز الأطراف الصناعية والتأهيل الطبيعي تعز إمكانه تقديم أطراف صناعية لهذه الطفلة، لكن في الوقت الحالي ليس لدينا مواد لإنتاج هذه الأطراف، مواد خام خارجية المنشأ غير متوفرة حاليا لدينا، ولهذا السبب وقفنا عاجزين أمام هذه الحالة. نعم. لم أستطع عمل شيء، فقط جلست معها أكثر من مرة، حاولت مرارا إرسال صورها إلى فاعلي خير متبرعين، وبإذن الله في القريب العاجل يكون هناك حل لها على يد الشيخ حمود سعيد مخلافي أو واحد فاعلي الخير. نعم. أتمنى أن يتم تسفيرها في أحد الدفع القادمة
والتي ستذهب إلى عمان ومنها إلى الهند لتركيب أطراف إلكترونية، أطراف صناعية تتمكن من خلالها العودة لممارسة أنشطتها كما كانت من قبل. نعم، تتواجدون حاليا منذ أسابيع في سلطنة عمان برفقة بعض الجرحى ممن حصلوا على هذه المنح العلاجية، وهم بانتظار الحصول على تأشيرات الدخول إلى الهند، لكن ألا ترى أن هذا الانتظار طال وأن المدة أيضا أصبحت أكثر من المعقول؟ في حقيقة الأمر الحمد لله جميع جرحى محافظة تعز حصلوا على تأشيرتهم إلى الهند، وقد بدأنا بإجراءات تسفيرهم. صحيح أن الانتظار كان لفترة طويلة يعني، لكن الحمد لله الأمور انتهت وكل مبتوري محافظة تعز المتواجدين، أؤكد لك أخي، كل مبتوري محافظة تعز الموجودين في سلطنة عمان حصلوا على تأشيرات من السفارة الهندية في مسقط، ونحن يوميا نرسل منهم دفعات إلى الهند، وبإذن الله خلال هذا الأسبوع القادم نكون استكملنا إرسال كل الحالات. طبعا كان هناك إشكال في السفارة الهندية في عمان، نعم، لكن الحمد لله بجهود الخيرين، بجهود الشيخ حمود سعيد المخلافي، بجهود سلطنة عمان ممثلة بالسلطان قابوس، ذللوا كل الصعاب، والحمد لله الأمور طيبة، والشباب كل مبتوري تعز حاليا لديهم فيزهم وتأشيراتهم وأمورهم طيبة، وسيتم إن شاء الله خلال الأسبوع القادم ننتهي تسفير كل الجرحى ونبدأ إجراءات المحل الثانية وهي تركيب الأطراف الصناعية. إذن هذه أخبار مبشرة دكتور. كم عدد هؤلاء الذين حصلوا على التأشيرات وهم في طريقهم لدولة الهند لتلقي العلاج اللازم؟ ما يقارب 150 من 150 مبتور من مبتوري عبر التعز، الذين بلغ إجماليهم ما يقارب الرقم أصح إلى يقارب 100 جريح من مبتوري الأطراف، سواء الأطراف العليا أو الأطراف السفلية. 150 جريح منهم حصلوا على الفيزا وهم حاليا بصدد الذهاب الى الهند وتركيب الاطراف. هناك ايضا دفع اخرى كما وعد فاعل الخير وعبر الشيخ حمود سعيد مخلافي قائد المقاومه تعز. نتمنى ان هذه الجهود ان تخفف من معاناه مبتوري محافظه تعز وتخفف من الاثار النفسيه التي وصلوا اليها. هم وصلوا إلى مرحلة نفسية متقدمة، بعضهم منذ سنة لا لم يحصل على طرف صناعي، بعضهم حصل على طرف صناعي من محافظة تعز مركز الأطراف، لكن هذا الطرف لا يلبي أنشطته. أخي الكريم، معظم مبتوري محافظة تعز هم من فئة الشباب. إذا قارن الرقم 80% من المبتورين هم أعمارهم تتجاوز من 18 إلى 32 سنة، هؤلاء شباب يجب أن يحصلوا على أطراف صناعية متطورة تلبي أنشطتهم، تساعدهم على العودة إلى الجبهات، على العودة إلى التعليم، إلى الجامعات، كلا إلى نشاطه. نعم، هل هناك إحصائية دكتور بعدد ضحايا يعني من مبتوري الأطراف في مدينة تعز؟ في حقيقة الأمر حتى الشهر الماضي كان الرقم قريب من 544 حالة، لكن أيضا الألغام لا زالت موجودة في مناطق التماس، ولا زالت موجودة في أطراف المدينة. نعم، ونتوقع أن مزيد من الإصابات يعني. مزيد من الإصابات ستأتي، لكن بإذن الله وبجهود الخيرين. وأيضا من هنا أحب أوجه نداء للحكومة الشرعية أن تهتم بمراكز الأطراف في اليمن، ليست تعز فقط. صحيح. أن تهتم بمراكز الأطراف في عموم اليمن. مراكز الأطراف يجب أن تدعم، مراكز الأطراف يجب أن تطور حتى تلبي خدمات المبتورين، ويجب أن يتم عمل أطراف صناعية لهم وتأهيلهم داخل المدينة. نتمنى من الشرعية أن تسمع لنداءنا. نعم دكتور، تحدثت عن الألغام، ما هي أهم الأسلحة التي تسببت في بتر أطراف هؤلاء يعني من خلال الحالات التي وصلتكم، ما هي أهم المسببات لإصاباتهم؟ من أهم المسببات طبعا ما يقارب 60% من الحالات التي تصلنا هي بسبب بتر الطرف، وهو بسبب ألغام أرضية مزروعة من ميليشيات الحوثي. نعم. أما بقية الإصابات فهي عبارة عن قذائف عشوائية إلى المدينة، بعض الحالات حالات تمس، بعضها حالات مضاعفات كسور أو إصابات أخرى وصل إلى مرحلة البتر، وهناك إصابات أخرى.
دكتور، هل زاركم او تواصل بكم اي من لجان التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان سواء وطنيه او دوليه لمعرفه هذه التفاصيل التي تتحدث عنها؟ نعم، اللجنه الدوليه للتحقيق بانتهاكات حقوق الانسان في تعز على تواصل دائم معي، وهم باستمرار ياخذون الاحصائيات، وهم ايضا يذهبوا الى معظم الحالات للجلوس معها ومعرفه ما هي اسباب البتر، وايضا هم في جلسات مستمره مع مبتوري الالغام، وهناك تنسيق دائم بيني وبينهم وايضا بعض المنظمات الاخرى كالصليب الاحمر كاليونيسيف، هناك العديد من المنظمات تطلب احصائيات، تناقش بعض الحالات، تاخذ كيس ستدي، تقارير، امور كثيره. نحاول طبعا ايصال هذه الرساله الى هؤلاء الجهات. ماذا عن التقارير الدوليه الاخيره التي صدرت وتجاهلت تماما الألغام كمشكلة والضحايا كمستحقين لتوثيق معاناتهم، كيف تنظرون لهذا الأمر؟ في حقيقة الأمر كان هناك استغراب شديد مما حصل. كان التقرير كان يجب أن يركز على هذه الألغام لأنها محرمة دوليا، وغير أعتقد أن اليمن من الأنا يعني 3 أو 4 أماكن في العالم فقط التي يزرع فيها الألغام. كان مفترض من التقرير ان يركز على الالغام الارضيه واصابتها وانها ممنوعه دوليا وانها محرمه دوليا، لكن لا اعرف ما الذي حصل، واستغربنا استغراب شديد بعدم وجود هذا رغم ان هناك العديد من الاصابات والضحايا. كان يجب على محب التقرير ان يركز على هذه الحالات ويجلس مع هذه الحالات، لكن دون جدوى، لا نعرف ما هو السبب في حقيقه الامر. نعم، شاهدنا دكتور قصة الطفلة هديل محمود والتي بترت يديها، هل تعتقد أنه يعني طبيا كان يمكن تلافي موضوع البتر؟ أنتم دوركم كمركز يبدأ بعد تلقي الضحايا للإسعافات الأولية، كيف تقيمون هذه الحالات التي تصل إليكم؟ هل كان يمكن تجاوز موضوع فقدان الأطراف طبيا يعني؟ في الحقيقة من الصعب التخمين في هذا الموضوع. لا نعرف كيف كانت الحالة عندما أسعفت إلى المستشفى، لا نعرف كيف كانت حالة العظام، العضلات، الأنسجة، السوفتيش، لا نعرف كيف كانت الحالة، لكن أعتقد أن هناك في تعز إلى حد ما، هناك فريق طبي إلى حد ما يعمل وبجهود جبارة وبجهود كبيرة، ولا يصلون الى مرحله البتر الا في الحالات الصعبه والمطلوبه. انا رايت اكثر من مره من خلال جلوسي مع الاطباء والاستشاريين هناك انهم يحاولوا التقليل قدر الامكان من اصابات من الوصول الى مرحله البتر. لكن احيانا لا يوجد اي طريقه اخرى للهروب من البتر، واحيانا يصل المبتور قد بترت يده، يعني يده حتى غير موجوده معه، يتعب بدون هذه اليدين. هذه تعتبر صعوبة كبيرة. ماذا عن المركز الذي تقومون بإدارته الآن؟ هل هناك خطة معينة لتطويره؟ هل هناك سعي مع إحدى الجهات المحلية أو الحكومية أو الدولية لتزويد المركز بالاحتياجات التي ذكرتها بداية حديثنا؟ نعم، المركز منذ شهر 6/2016 اعدنا افتتاح المركز بعد ما كان مغلق لمده عام. نعم، اعدنا صيانته ومن ثم بدانا بالعمل منذ ذلك الحين، ونحن بشكل يومي وشهري في اعداد خطط وتواصل مع المنظمات الدوليه التي تنشط في الجانب الانساني. هناك تواصل رسمي مع اللجنه الدوليه للصليب الاحمر، هناك تواصل مع اليونيسيف الإغاثة الإسلامية، هناك تواصل أيضا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، هناك تواصل مع الهلال الأحمر الكويتي، الهلال الأحمر القطري، الهلال الأحمر الإماراتي، نتواصل مع كل الجهات. هناك إلى حد ما بوادر لحلول أزمة محافظة تعز. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بصدد تنفيذ مشروع متكامل إن شاء الله في محافظة تعز. نحن ننتظر في القريب العاجل أن يتم تدشين هذا المشروع. مشروع سيكون نوعي ومشروع سيكون ممتاز جدا، سيغطي حالات كثيره في محافظه تعز. نتمنى فقط من القائمين على مركز الملك سلمان
ان يبداوا في اسرع وقت لتدبير هذا المشروع نظرا لحاجتنا اليه. ايضا هناك فيما يخص المركز هناك خطه مستقبليه لتطويره وافتتاح اقسام اخرى منها قسم التاهيل النفسي وصاله رياضيه متكامله لتدريب المبتورين، ايضا هناك مشاريع مستدامه للمبتورين، ايضا محاوله دمجهم مع المجتمع فيما يخص الجامعات المعاهد التدريب وامور كثيره. ماذا عن اهم الصعوبات التي تواجهكم؟ هل هي فقط ماديه بمعنى الامكانات والمواد ام ايضا في الكادر البشري المؤهل بالتعامل مع هذه الحالات؟ فيما يخص الصعوبات اهم الصعوبات التي نواجهها هي عدم توفر دعم. الكادر موجود. الدعم التشغيلي تقصد ام الدعم المادي يعني بالامكانات؟ الدعم المادي فقط هو ما ينقصنا، بقية الأمور كلها متوفرة، بإمكاننا تنفيذ كل شيء، لا توجد أي صعوبات في الجوانب الأخرى، فقط نحتاج إلى دعم مادي ومواد خام خارجية لإنتاج الأطراف الصناعية وسنعمل المستحيل. نعم. دكتور، هل من رسالة أخيرة تودون توجيهها عبر برنامجنا وقناة بلقيس؟ رسالتي في حقيقة الأمر هي الاهتمام بهذه الشريحه المهمه، شريحه المبتورين، مبتوري الاطراف سواء العليا او السفليه، هم اهم شريحه في الوقت الحالي، من اهم الشرائح التي يجب ان يتم الوقوف الى جانبها. مناشدتي للحكومه الشرعيه، منظمات المجتمع المدني، المنظمات الانسانيه التي تنشط في الجوانب الانسانيه، ان يتم دعم هؤلاء المبتورين بما امكن. ندائي او رسالتي هي لمنظمات المجتمع المدني، للحكومه الشرعيه، للمنظمات التي تنشط في الجانب الانساني بدعم هؤلاء المبتورين والوقوف الى جانبهم والاهتمام بما يحتاجونه. نعم. إذن كانت هذه رسالة الدكتور منصور الوازعي مدير مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في مدينة تعز. نتمنى لهم رحلة موفقة مع من يرافقونهم من الجرحى. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهى وقت حلقتنا كالعادة، وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحاتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. الطفلة هدي المحمود مبتورة اليدين تم الرصد في أمان الله.